أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلو التربوية على المحبة. نلتقي لنكون معكم بجولة مع مراسلينا بمحافظاتنا السورية ونسلط الضوء على الواقع التربوي على امتداد محافظاتنا السورية من خلال تغطيات ورسائل مراسلينا من أرض الواقع. فاصل قصير ونبدأ. مستمرون معكم بمتابعة ميدانية في المدارس في محافظاتنا السورية، سواء من خلال متابعة للإجراءات الصحية المتخذة وسير العملية التعليمية وتأهيل وترميم وعودة عدد من المدارس للخدمة. بالبداية مشاهدينا، خلينا نوجه تحية لمراسلينا يلي راح يرافقونا بجولتنا اليوم، زميلنا وليد سلطان من حما، سماهر دنون من ريف السويداء، عبد الله الوني من القنيطرة، ضياء قدور من حلب، علي عياش من حمص، وخضر الهويد من القامشلي. تحية لكم زملائنا، رح نكون معكم بتغطية للواقع التربوي والتعليمي بالمحافظات السورية. البداية من حما، وزميلنا وليد عياش معنا من ثانوية الصناعية الثانية بحما، وإضاءة على سير العملية التعليمية في مدارس التعليم المهني بحما. إليك زميلنا. في البداية أتوجه بالتحية الطيبة لكم زملائي في استوديو الفضائية التربوية السورية، ومن خلالكم أتوجه بالتحية إلى زملائي في المحافظات السورية مراسلو الفضائية التربوية السورية. نحن اليوم معكم من الثانوية الصناعية الثانية بحما لنقل تقرير أو صورة واضحة عن التعليم المهني ومدى تطوره وانتقال ثقافة المجتمع نحو توجه الطلاب إلى التعليم المهني. طبعا التعليم المهني كما يعلم الجميع هو مقياس تطور الحضارات والمجتمعات، لما له من أهمية كبيرة في تنمية المجتمع المستدامة. اليوم راح نكون معكم لتسليط الضوء على هذا الجانب من التعليم ومدى الاهتمام التي توليه وزارة التربية ومديرية التربية في حما لهذا القطاع من تأمين مخابر وتجهيزات من شأنها نجاح العملية التربوية في هذا المجال. لمزيد من المعلومات راح نلتقي مباشرة مع المهندس يحود عساف المدير المساعد للتعليم المهني في مديرية التربية بحما. راح نقول له صباح الخير، يعطيك العافية أستاذ يحود. التعليم المهني المجتمع كان ينظر له نظرة دونية عن التعليم العام. بالفترة الأخيرة لاحظنا الاهتمام من الأهالي والطلاب للتوجه للتعليم المهني، شو بتحدثنا؟ هذا الأمر هو الواقع حاليا هذا العام، حيث كان لدينا عدد كبير من الطلاب الذين يستحقون الدخول إلى العام ولكنهم سجلوا لدينا في التعليم المهني. دليل أن الثقافة الموجودة لدى الأهل ولدى الطلاب تغيرت نتيجة أن المتابعة من الوزارة ومن مديرية التربية في حماة ومن تأمين المستلزمات اللازمة والمستقبل لهذه المهن بكافة أشكالها، حيث أن التطور هو من خلال التعليم المهني في كافة المجالات. لذلك نجد أن هذه الثقافة تغيرت، وهذا ما أراحنا جميعا، حيث أن مثل كما ذكرت الإقبال على هذه على تلك المهن، مما يحقق للطالب مهني وشهادي ومتابعة دراسي جامعي حسب النسب المحددة من الوزارة. التعليم المهني عم يعتمد حاليا على مفاضلة، دليل المفاضلة معناتها في إقبال. كيف عم يتم فرز الطلاب؟ يتم فرز الطلاب على أمرين، حسب درجة الطالب في الشهادة الإعدادية وحسب الشاغر المتوفر. أستاذ شحود يعطيك العافية، بدنا بس بمعينتك ندخل على القاعة نشوف رأي الطلاب اللي مسجلين. راح نختار يمكن ما بعرف مهنة التجهيزات الطبية، مهنة صيانة التجهيزات الطبية. هي جميع الطلاب المتقدمين لهذا العام هم من التعليم العام. طبعا زملاء راح فورا نجي نتوجه بالسؤال لأحد الطلاب. بدي لك صباح الخير، هلا أنت نحن بأنه حرفة؟ حرفة تجهيزات طبية. ليش اخترنا الحرفة هاي؟ مشان نتعلم، انه عجبتني هاي المهنه، مدحوا لي فيها كثير، انه مشان نتعلم الصيانه وتعلم. هلا نحن مع بدايه الاسبوع الرابع بالمدارس، اخذتوا فكره عن الحرفه؟ حبيتها عن جد؟ ايه تمام، الحرفه كثير حلوه وفيها سلاسه يعطيك العافيه. استاذ شحود بنرد بنكرر، الاوائل من الطلاب شو مصيرهم؟ الأوائل له فرصتين، الفرصة الأولى بالشهادة الثانوية بيتابع هندسي، وأيضا بالمعهد الأوائل بيتابع كمان بالهندسي، وأيضا في لهم كمان نسب حسب مرسوم السيد الرئيس بتعيين نسبة منهم بشكل مباشر في
الدوائر الدولية أو سوق العمل مباشرة. إذا سوق العمل مفتوح له للطلاب، رح ننتقل بعد إذنك لقاعة أخرى. بدنا نشوف شو القسم العملي يمكن باعتقادي. نعم القسم العملي رح ندخل زملاء على القسم العملي بنشوف بنقول لهم يعطيك العافية أستاذ. هلا هون نحن بقسم العملي لمهنة التجهيزات الطبية، ممكن تعطيني فكرة وللسادة المشاهدين شو بيصير بهالقسم؟ هذا القسم اسمه تقانة طبية، بيتضمن الأجهزة الموجودة بالأسواق مثل جهاز تخطيط القلب، جهاز تخطيط الدماغ، عندنا جهاز الصدمة الكهربائية، عندنا جهاز تحليل الطيف أجزاء الطيف، وفي عندنا مخابر ثانية كمان. يا زملاء بدنا ناخذ رأي الأستاذ ياسين علي رئيس دائرة التعليم المهني والتقني، بيحدثنا عن كيفية عملية التفاضل للطلاب، كيف تم فرزهم وكيف وجهوهم للحرف اللي أو المهن الموجودة في التعليم المهني. يعطيك العافية أستاذ ياسين. نحن طبعا مديرية التربية يمكن كانت سباقة في عملية فرز الطلاب من خلال إنشاء قاعدة بيانات وفرز الطلاب للمفاضلة، كيف تحدثنا عنها؟ بعد صدور تعليمات القيد والقبول تم افتتاح مراكز مفاضلة لطلاب التعليم المهني. بعد التسجيل بالمفاضلة بدأنا بعملية الفرز بين المهن. من خلال عملية الفرز تبين الإقبال الكثيف على التعليم المهني، حيث أن بعض المهن تم القبول فيها عدد كبير من الذين يحق لهم التقدم للتعليم العام. والآن نبدأ بطلبات تغيير النقل بين المهن والطلاب المتأخرين عن التسجيل. سؤال أستاذ، نحن البرنامج المفاضل سألتك يا تم خلال مجهود كوادر دائرة التعليم المهني عملية التفاضل إلكترونيا، ريحتكم هالعملية لما؟ لا. طبعا كان إلى العملية دور كبير، وهي من خلال كوادر التعليم المهني إلى دور بتوفير قاعدة بيانات في الدائرة وللمدارس. طبعا السؤال كمان، الناس لقيتهم بيحق لهم تعليم عام ودخلوا، شو هو الدليل يعني أن يدخلوا تعليم مهني؟ هذا بيدل على بداية ظهور الوعي الاجتماعي لدى الناس لأهمية التعليم المهني ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. طبعا هذا الأمر في لعب أكثر من عامل فيه وعي الناس لحاجات المجتمع ولحاجات الاقتصاد السوري. نحن كان دورنا مثلا خلال الدورات التي نفذت لمدراء المدارس تم شرح شبه تفصيلي عن التعليم المهني والمهن الموجودة وفرصها في سوق العمل، وهذه الفرص للتعليم المهني ما تخلق فرص لناس آخر. بدورهم مدراء المدارس نقلوا هذه المعلومات للتلاميذ بمرحلة التعليم الأساسي ولأولياء الأمور من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور. هناك اتفاقيات شراكة ما بين غرفة الصناعة وغرفة التجارة، عم يتم الزيارة واللقاء مع الطلاب لشرح عن مستقبل المهنة واستقبالهم في سوق العمل؟ نعم، نحن عندنا شراكة مع غرفة الصناعة بمهنتين، صناعة الألبسة والتصنيع الميكانيكي، وعندنا شراكة مع غرفة التجارة بخصوص التعليم التجاري. طبعا يتم اجتماعات ولقاءات دائمة ما بين التربية وغرفة الصناعة وغرفة التجارة، وتساهم غرفة الصناعة في إجراء تدريب عملي للطلاب في الشركات، وهذا بيزيدهم خبرة عملية، وهذا كمان له دور بالإقبال على التعليم المهني، لأنه مخرجات التعليم المهني هي عبارة عن كوادر مؤهلة علميا وعمليا تدخل إلى سوق العمل بشكل منظم علمي. يعطيك العافية أستاذ ياسين. طبعا مثل ما سمعتوا وشاهدتوا زملائي في الاستوديو والسادة المشاهدين الكرام، التعليم المهني يتوجه إلى آفاق عليا نحو سوق العمل ونظرة مجتمعية إيجابية تجاه التعليم المهني. بدي كمان نأخذ رأي المدير الثانوية الأستاذ عبد الكريم هودي. تحكي لي بعد إذنك أستاذ عبد الكريم المهن المتواجدة في الثانوية. نحن عندنا أجهزة طبية، تقنيات كهربائية، نجارة أساس، تصنيع الميكانيكي، اللحام، وعندنا سباكة ونماذج بالثانوية. أعداد الطلاب هل هناك تزايد عن السنوات السابقة؟ طبعا في تزايد وفي إقبال كبير. نحن من خلال تسجيل هذا العام تبين أنه أكثر الطلاب يعني معدلاتهم عالية أكثر من المعدل العام.
شو من يعني منبرر هذا التوجه لكم؟ هذا التوجه انه لضروره الطالب يتعلم المهنه ويفتح له سوق العمل خارج الثانويه وحتى يامن لحاله سبل العيش له ولاهله وللمجتمع ويفيد المجتمع بالمهنه اللي هو فيها. يعطيك العافيه. اذا زملاء بتمنى تكون لنا صوره حقيقيه وواقعيه عن التعليم المهني ومدى تطوره ومدى توفر الاجهزه المناسبه للطلاب ليتم تدريسه والتدريب عليها حتى يدخلوا على سوق العمل بكل جداره. التعليم المهني له اهميه كبرى، الدوله تولي اهميه، وزاره التربيه توفر كل الامكانات حتى يتخرج الطالب مهنيا وعلميا وعمليا منا ومن ثم يتوجه الى سوق العمل بكل مقدره وجداره. اتمنى ان نكون نقلنا لكم صوره حقيقيه عن واقع التعليم المهني في محافظه حماه ومدى تطوره خلال السنوات السابقه نتيجه اهتمام الدوله والوزاره. كان معكم ولي السلطان من حماه ومن خلف الكاميرا حكم حموي. تحياتي لكم وعوده الى الاستوديو في الفضائيه التربويه سوريا. شكرا لك ولضيوفك. زميلنا وليد سلطان، من خلالك ألقينا الضوء على التعليم المهني وواقع العملية التربوية بإحدى مدارس حما. رح نبقى بنفس الموضوع ولكن من حلب، وزميلتنا ضياء قدور معنا من إحدى مدارس التعليم المهني وبالتحديد من مدرسة الفنون التامة بحي سيف الدولة والتي تم ترميمها حديثا بعدما تعرضت له من دمار. لنسلط الضوء على سير العملية التربوية في مدارس التعليم المهني بمدينة حلب. إليك زميلتنا ضياء. يسعد أوقاتكم زملائنا في الاستديو، وتحية لكل مراسلين التربوية السورية بالمحافظات، والتحية الأكبر لمتابعينا ومشاهدين شاشة التربوية السورية. نحن اليوم معكم من أحد مدارس التعليم المهني وتحديدا من مدرسة الفنون التامنة بحي سيف الدولة. طبعا هي المدرسة ترممت حديثا وفتحت أبوابها لتستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي. طبعا هي المدرسة نالها نصيب من الدمار مثل أغلب مدارس حلب، طبعا بسبب الحرب والعمليات الإرهابية أغلب المدارس كان فيها دمار، وكان في جهود جبارة من الحكومة ومن وزارة التربية بإعادة المدارس وتأهيلها لترجع تستقبل طلابها ويرجعوا لمقاعد الدراسة. حتى نحكي أكثر عن موضوع التعليم المهني، معنا معاون مدير التعليم المهني بتربية حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني. يسعد أوقاتك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم وأوقات أعزائنا المشاهدين. أستاذ مصطفى، ناخذ فكرة ونعطي فكرة للمشاهدين عن مدارس التعليم المهني بمدينة حلب. مع بداية العام الدراسي الجديد انطلقت مدارس التعليم المهني كافة بجميع كوادرها وإداريها وطلابها للعمل وبهمة عالية وأداء جيد، سعيا من الجميع لتعويض ما فاتهم من علوم مهنية وتدريبات عند توقف الدوام في أواخر العام الماضي. في محافظة حلب عدد الثانويات المهنية وصل ل 35 مدرسة تشمل كافة الاختصاصات طبعا، الصناعية والنسوية والتجارية. في الريف لدينا 4 ثانويات عاملة حاليا. عدد الطلاب في محافظة حلب وصل للعام الحالي إلى ما يقارب 9000 طالب موزعين على 20 اختصاص ومهنة تشمل كما ذكرت جميع الاختصاصات الميكانيكية الصناعية التقنية إضافة للفنون النسوية والعلوم التجارية. وزارة التربية مشكورة تسعى وبشكل دائم لتقديم كل ما يلزم من تجهيزات من كوادر فنية، إعادة صيانة المدارس بالشكل الأمثل ليعود التعليم المهني إلى ألقه وتطوره كما كان سابقا. طبعا التعليم المهني والتقني في حال عند التعافي التام، عندما يكون في أوج تطوره في أوج حداثته، سينعكس ذلك على المجتمع بشكل عام. خريجي التعليم المهني والتقني يعول عليهم كثيرا بإعادة التطور لجميع مناحي الحياة. طبعا المدارس المهنية بكافة اختصاصاتها هي من سيرفد كافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالعاملين المهرة بالفنيين القادرين على إعادة بناء المجتمع. أستاذ مصطفى، هلأ حاليا قديش عدد المدارس اللي عادت للعمل وتم تأهيلها، وشو بقيان عنا مدارس بدها إعادة تأهيل؟ ضمن مدينة حلب لدينا هل في العام الحالي
مدرستين من مدارس التعليم المهني. حاليا أنا أتحدث عن مدارس التعليم المهني، في مدرستين دخلوا للخدمة بجودة عالية، في 4 مدارس حاليا قيد الصيانة خلال فترة شهرين لبداية الفصل الثاني تدخل إلى الخدمة بجودة أيضا عالية. باقي لدينا 10 مدارس ضمن محافظة حلب. طبعا الأرياف، في بالنسبة للأرياف في مدارس مهنية خارجة عن الخدمة وفي مدارس مهنية خارجة عن السيطرة. لدينا 24 مدرسة بالأرياف، حاليا مفعل منها 4 ثانويات مهنية، وفي ثانوية مهنية نسعى لإعادة للخدمة في العام الحالي، هي مدرسة العيس المهنية، إن شاء الله خلال العام الحالي ستعود للخدمة. ولدينا مثل كما ذكرت 20 مدرسة في المناطق الخارجة عن السيطرة، إن شاء الله في القريب العاجل قوات الجيش العربي السوري تستطيع إعادتها إلى حضن الوطن، وإن شاء الله نعمل على صيانتها. شكرا لك استاذ مصطفى. رح ننتقل هلا كمان نشوف مديره المدرسه لنحكي اكثر عن هالمدرسه، هي مدرسه الفنون. نتعرف عليكي بدايه. ايمان عبدو، مدير الثانويه الفنون المهنيه النسويه التامنه في حي سيف الدوله. أسي إيمان، نحكي بالأول من بداية العام الدراسي. طبعا نحن نعرف أنه هي المدرسة مفتتحة حديثا، نحكي عن بداية العام الدراسي كيف كانت والخطة الدرسية إمتى بلشتوا فيها؟ طبعا بداية عملنا الفقر التعليمي، قدمنا للطالبات ودعونا بداية العام الدراسي بشكل تام وصريح، وأمورنا الحمد لله رب العالمين ممتازة والطالبات ملتزمات. نحكي عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا، شو الإجراءات اللي عم تاخدوها بالمدرسة؟ طبعا من بداية العام الدراسي قمنا بجميع أنواع الخطط الاحترازية والبروتوكول الصحي تبعنا بشكل منتظم. عنا في بداية الدوام عنا التعقيم مستمر، وحتى في أثناء الفرص بنهاية الدوام. شكرا لك أنسة إيمان. وهلأ نحن مثل ما أننا شايفين نحن بأحد المشاغل، رح نحكي مع الطالبات. وصباح الخير. صباح النور. نتعرف عليكي بداية. بنا سراج. أي صف؟ بكالوريا. هلأ أنتو شو عم تاخدوا؟ ناخد الزي، المخطط الأساسي للصديري، الجزء العلوي، وعم نتعلم شلون نخيطه ونرسم المخطط الأساسي له. هلأ أنتي طالبة بكالوريا، يعني أنه درستي 10 و11 والبكالوريا، شو حسيتي حالك تعلمتي هون بالفنون؟ تعلمت كل شيء أساسي وكل شيء لازم نتعلمه، وكيفية تأسيس الخياطة والتطريز وهيك الكروشيه والشغلات الأساسية الحلوة. أنتي حبيتي مدرسة الفنون والشيء اللي تعلمتي فيها؟ كثير حبيتها وحلوة كثير، وتعلمنا فيها شغلات حلوة. مننتقل كمان لطالبة تانية. نتعرف عليكي. نورة حجار. نورة، هلا انتم هون بالفنون، شو حرفتكم هون؟ بنتعلم خياطة وتطريز ورسم واشغال وهيك. طيب هلا انت بعد ما تخلصي البكالوريا شو بتقدري تستفيدي من الشيء اللي تعلمتيه هون بالمدرسة؟ بنستفيد من كثير شغلات، اشغال للبيت وثقافة وهيك. ممكن تقدري تفتحي مشروع كمان بعد ما تتخرجي انه بالشيء اللي تعلمتيه؟ ان شاء الله. موفقة ان شاء الله. وهلأ رح كمان ننتقل لمعلمة المشغل. يسعد أوقاتك. أوقاتك إن شاء الله. تحكي لنا عن حرفة الخياطة وشو الشيء اللي عم بتعلموه للطالبات؟ هلأ هي مراحل تبدأ من 10 تأهيل للطالبات، شلون يشتغلوا على الماكينة، شلون يرسموا المخططات الأساسية للتفصيل، بعدين ببلشوا بيقصوا، ببلشوا شوي شوي بتعلموا على الماكينات، بعدين بقى بننتقل لمراحل أكتر، يعني مثلا خياطة التنانير، البناطرين، هلأ بنهاجم بالبكالوريا الصديري، المناطي، الكاب، الجواكيت، يعني هدول بقى بننتقلوا من مرحلة لمرحلة مشان يتأهلوا أكتر لأنه يقدروا يكونوا قادرين على أنه يقدروا يخيطوا أي شيء. يعني بالايام فيها الطالبه ممكن تفتح مشغل صغير وتبلش مشروع الخاص فيها. اي طبعا، هي بس تعلمت اخذ المقاسات بالشكل الصحيح، تقسيمات، رسم القالب، طريقه القص، شلون تشتغل على الماكينه، فهي قادره على انه اي موديل مصممته بتقدر تخيطه. شكرا لك. ومننتقل كمان لطالبه. نتعرف عليكي. سمية طربيشي. سمية، شو هلا عم بتخيطي انتي؟ صديري. تحكي لنا شو العملية اللي عم بتقومي فيها؟ هلا عم بخيط اللي عند الكم والدابة.
هلا هي القطعه اللي بايدك انت مشتغلتيها من البدايه، تحكي لنا عن المراحل كيف بلشتي فيها؟ اول شيء رسمنا مخطط اساسي، بعدين نزلنا عليه التعديلات، بعد قصينا الاجزاء، بعد حطيناهم مع بعض الاجزاء، هلا عم نخيط. وهلا انت يعني حسيتي انه الموضوع صار سهل بالنسبه لك، ممكن بالبيت تقومي بخياطه اي شيء؟ اي اكيد، نصلي لانه صلي حاجه وعهدي عشان وهلا بكلوري. موفقه ان شاء الله. رح ننتقل معكم هلا لمشغل ثاني ونشوف كمان شو اللي عم يتعلموا الطالبات. طبعا مثل ما بنعرف هون بمدارس الفنون في اكثر من اختصاص، في التفصيل والخياطه، في التطريز، في الكروشيه، شغل الصوف، في شغلات كثيره بيشتغلوا فيها. ننتقل لقاعة الحاسوب، وبداية مع المعلمة نتعرف عليكي. أنا جوسة إيجاري، مدرسة حاسوب. هلا شو عم تعطي للطالبات؟ عم بعطيهم جسم الإنسان وتقسيماته، نصممه على مانيكان. يعني هلا هن هي المواضيع عم بيتعلموا التصميم، بعدين بيطبقوها، تشرحي لنا شوي أكثر. بيتعلموا التصميم بالنسبة يدويا، بعدين بيصمموا إلكترونيا على الحاسوب، بالنهاية بتخرجوا إنه يعرفوا يرسموا مانيكان ويصمموا زي للمانيكان. هلا هي المادة وطريقة التصميم والشغل على الحاسوب من الأساس موجودة كان في مدارس الفنون ولا إنه دخلت لاحقا؟ دخلت هلا من جديد، وبرامج جديدة بالنسبة لبرامج الكوريل والكوريل درو، هدول كلهم صرنا نعتمد عليهم نصمم ومشان يصمموا أزياء فيه. معناها رح ننتقل هلا للطالبات. أي صف أنتو؟ 11. سدرة تحكي لنا شو عم تشتغلي هلا أنت هون؟ عم نبلش انه نرسم هيكل المانيكان على الحاسوب. ايه، ونبلش اول شيء بالرأس، وبعدين بنبلش بالصدر، بعدين بالخصر والورك، وبعد الفخذ والركبه والساق وبالكامل، بعد القدم. طيب انت شو بتستفيدي من هذا التصميم؟ شو بيفيدك؟ انه بنرسم هيكل الانسان، جسم الانسان، وفيدنا انه انه مثلا التصميم اليدوي، وفيدنا كمان للخياطه انه مشان نعرف انه كيف نخيط. تمام. بننتقل كمان لطالبه ثانيه. بتعرف عليكي؟ ايه ناصر. ايه شو عم تشتغلي هلا انت حاليا؟ عم نتعلم نرسم المانيكان على جسم الانسان، وعم نبدا فيه من الراس لتحت، ومشان نقدر نصمم عليه تصاميم ازياء، ونقدر نتعلم نفيده بالفن الخياطه. هلا انت كطالبه فنون وهي ثاني سنه لك هون باعتبارك طالبه 11، قديش استفدتي من الخبرات هون بالمدرسه؟ استفدنا كثير، تعلمنا انه نخيط، تعلمنا انه نفصل ونرسم ونسوي تصاميم. يعني بتنصحي الصبايا اللي بينجحوا بالتاسع انه يجوا يتوجهوا للفنون انه ممكن تفيدهم بالايام؟ ايه، هي مهنه انه كويسه للبنت انه تتعلم، هي كثير بتفيدها انه بالبيت. موفقه يا رب. طبعا مثل ما شفنا طالباتنا بشغلهم ضمن مدرسة الفنون، يعني هي مدرسة مفيدة كتير، وخاصة للبنت لما عم تتعلم حرفة أو صنعة تفيدها بالأيام، إما بتتابع بشغل أو ممكن تتابع كمان دراستها بفرع قريب لهالشي اللي عم تتعلمه هلأ. يعني من خلال جولتنا جد شيء مشجع موضوع التعليم المهني، قديش عم بيقدم لطلابه، هذا جزء منه طبعا غير المدارس الصناعية والتجارية والتعليم المهني بشكل عام، هي في فروع متعددة والطلاب كثير عم يستفيدوا منها، لأنه لاحقا عم بيكونوا عم يرفضوا السوق بصناعيين بحرفيين، عم بتفيد البلد أولا وأخيرا. هذا كل شيء كان عندي اليوم، نرجع لزملائنا بالاستديو. شكرا لك زميلتنا ضياء، فعلا بفضل جهود وزارة التربية عم تتغير نظرة للتعليم المهني من خلال السعي نحو ربطه بسوق العمل. جهود وزارة التربية طبعا أيضا شملت التفوق والمتفوقين، خلينا نرصدهم من القامشلة. وزميلنا خضر الهويد معنا من مدرسة العروبة للمتفوقين في مدينة القامشلة، وهي من أقدم المدارس ويعود تاريخها لأكثر من 20 عاما، وجهود كبيرة تبذل ضمن ظروف تعليمية استثنائية في الحسكة. زميلنا خضر الهويد زار الثانوية برفقة كاميرا مراسلون، ومزيد من التفاصيل في المادة القادمة. تحية لك زميلنا خضر ولجهود الكوادر التدريسية المتواجدة معك.
نعم زملاء، التحية لكم في استديو مراسلو التربوية ولمتابعي شاشتها. سنكون معكم اليوم من مدينة القامشلي وتحديدا من مدرسة العروبة للمتفوقين في مدينة القامشلي. هذه المدرسة التي يعود تاريخها لأكثر من 20 عاما، حيث افتتحت هذه المدرسة وقدمت خلال تاريخها الكثير من القامات العلمية في مدينة القامشلي. طبعا كل ذلك بجهود حثيثة من إدارة المدرسة وبتعاون مع المجمع التربوي في مدينة القامشلي، وأكيد التعاون الأكبر هو لمديرية التربية في محافظة الحسكة. نحن الآن داخل يعني بين الشعب الصفية لتسليط الضوء أكثر على واقع عمل المدرسة. سيكون معنا المشرف الإداري في المجمع التربوي في مدينة القامشلي، تفضل عندي أستاذ حسن. صباح الخير استاذ حسن، يعطيكم العافيه. مدرسه العروبه للمتفوقين في القامشلي هي من المدارس المتميزه بطلابها وكوادرها ومعلميها. احدثت هذه المدرسه عام 1998، اي عمرها ما يقارب 22 عاما. هي هذه المدرسه كانت ترفد الحسكة وترفد القطر بالطلاب المتميزين والكوادر والقامات. وأكبر دليل على نجاح هذه المدرسة هي نسبة النجاح التي حققته هذا العام على مستوى القطر ومستوى التربية. وعلى الرغم من إغلاق هذه المدرسة عام 2016 من قبل ميليشيات قصد، إلا أن بجهود الإدارة السياسية والإدارية في محافظة الحسكة ومديرية التربية تم تأمين مكان لمتابعة طلابنا، تعليمهم وتحصيلهم العلمي وتميزهم العلمي. نشكر إدارة المدرسة على هذا التميز، نشكر الطلاب على هذا التميز، نشكر أهالي الطلاب المتعاونين مع إدارة المدرسة على هذا التميز. أكيد يعني مدرسة موجودة في مركز منطقة، يمكن هذا الشيء يضاف لمحافظة الحسكة، مدرسة الفارعة في محافظة الحسكة، مركز محافظة الحسكة، ومدرسة العروبة في مدينة القامشلي، يعني دائما كانت تحقق النتائج العالية على مستوى القطر. دائما مدرسة العروبة من المدارس المتميزة في المحافظة، وهي تحقق نسبة نجاح عالية. نسبة النجاح في هذا العام كانت في مدرسة العروبة 100%، حيث أن عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 300 علامة 30 طالب من أصل 31 طالب. فهذا دليل على التميز من بالإدارة، تميز معلمينا، تميز مدرسينا، تميز أهالي الطلاب المتعاونين مع المدرسة. كل الشكر لكم استاذ حسن وحضرتك المشرف الاداري على المجمع التربوي في مدينه القامشلي على الجهد والمتابعه المستمره لعمل هذه المدرسه. حقيقه يعني مدرسه العروبه للمتفوقين يعني مثل ما حكينا كانت سباقه على الدوام في تحقيق النتائج العاليه على مستوى القطر، يعني خرجت قامات عاليه في التحصيل العلمي. يعني الاستاذ فيصل العازل مدير مدرسه العروبه للمتفوقين في مدينه القامشلي، نبارك لكم انجاز هذا العام. مثل ما حكيت لي يمكن 3 طلاب على مستوى التعليم الاساسي حققوا العلامه التامه. اولا اهلا وسهلا بكم في ثانويه العروبه المتفوقين، علما هذا البناء هو ليس البناء الاساسي لثانويه العروبه المتفوقين، البناء الاساسي تم الاستيلاء عليه من قبل مجموعات قصد المدعومه من قبل امريكا، تم الاستيلاء على البناء من قوه السلاح، والان نحن نداوم في تجمع لعبد المسيح حيداري في المشكوره وزاره التربيه ومديريه التربيه في الحسكه الذين استطاعوا الذي امنوا لنا هذا المكان على الاقل ان يكون نوعا ما لائق بثانويه العروبه للمتفوقين. طبعا تم تاسيس ثانويه العروبه للمتفوقين في عام 98 في المناطق، وهي من اول الثانويات التي تم احداثها في المناطق. هناك ثانويه في مركز المحافظه في الحسكه وثانويه العروبه بالقامشلي، فامتازت هذه الثانويه على مدى تاريخها وعلى مدى تأسيسها بعلاماتها المتميزة والتفوق المتميز فيها. دائما كنا نحصل على نسبة نجاح 100%، وهذا العام كان هناك تميز في نتائج ثانية العروبة للمتفوقين على الرغم من الظروف التي مرت فيها الثانوية وعلى الرغم من قلة الإمكانيات التي تهيئ لنجاح العملية التربوية من مخابر ومكاتب وحواسيب وغير ذلك، حتى كقاعات صفية كان هناك لها ظرف خاص. فحصل هذا العام بالنسبة للعلامة التامة 310 طلاب على علامة تامة بالمرحلة الإعدادية، وتقدم لدينا في المرحلة الثانوية 31 طالب، 30 طالب كانت علامتهم فوق 230 علامة. فهذا ليس بجديد على ثانية العروبة للمتفوقين، على مدى تأسيسها كانت هذه النتائج المشرفة في هذه الثانوية. نحن نأمل
أن تعود مدارسنا إلى سابق عهدها، أن نعود إلى بنائنا الأساسي، ولأنه الآن العملية التربوية في محافظة الحسكة نتيجة وجود قصد المدعومة أمريكيا قد تم الاستيلاء على المدارس، قد تم إخراج الكثير من المدارس التابعة لوزارة التربية عن العملية التربوية. الآن طلابنا أكثرهم ومدارسنا أكثرهم يدومون في تجمعات، هذه التجمعات قد أضرت بالعملية التربوية. لكن كل ذلك ورغم كل هذه الظروف نحن نقول بأن هذا الأمر لم يكن عبارة عن عائق لأمامنا لتقديم المزيد من النجاح، تقديم المزيد من التفوق، بالعكس كان حافز لنا أن نتحدى الظروف، أن نتحدى كل الصعاب في سبيل أن ننجز أكثر. تحدينا بالفعل واستطعنا أن ننجح كما ذكرت على قلة الإمكانيات، لأن العملية أصبحت لدينا عملية تحدي، وبأن مهما حاولت أمريكا أو قصد أو من يواليها لتجهيل جيلنا نحن لكن مستمرون بالعمل التربوي في بيوتنا في منازلنا في كل مكان، مستمرون بالعمل التربوي حتى استطعنا أن نتواصل مع طلابنا أثناء فترة الانقطاع وأثناء حتى فترة الحظر التي تم، استطعنا أن نتواصل مع طلابنا حتى عن طريق المجموعات الواتس أو أحيانا البث المباشر، في هناك موقع خاص لثانوية العربة المتفوقين على الفيسبوك وعلى الانترنت. فهذا الأمر عملية تواصل ما بين المدرسة وما بين البيت وما بين الطالب خلق المزيد من النجاح والمزيد من التفوق بالنسبة لطلابنا. كل الشكر لكم أستاذ فيصل، وأكيد مباركة جهودكم. ندخل إلى أحد الشعب الصفية بعد إذنك أنسة، نستأذن الأنسة يعني بعد إذنك، بس بدنا نلتقي يعني في مثل ما حكيتي لي في إحدى الطالبات المتفوقات على مستوى القطر واللي حصلت على العلامة التامة بالتعليم الأساسي، نتعرف عليك يا عمو. أنا الطالبة حنين باسل تلاوي من ثانوية العروبة المتفوقين، حصلت على العلامة الكاملة في الصف التاسع. طبعا احنا مرقنا بكتير ظروف مثل إغلاق المدارس، مشكلة كورونا، حاولوا كتير يوقفوا المسيرة التعليمية اللي نحن عم نمشي فيها، بس طبعا احنا حاولنا نحارب كل هالقصص ودرسنا واجتهدنا والحمد لله حصلنا على العلامة الكاملة. بحب اني اتشكر أهلي اللي دعموني وساندوني بكل شيء، ومدرستي اللي ما قصروا أبدا وظلوا عم يحاربوا كل هالشيء وعم يعطونا الدروس كإداريين ومدرسين طبعا، وبتشكر كل حدا شاركني فرحتي. في تعب هون عم داموا مدارس المتفوقين، ولكن في حب للعلم وللمعرفة، وهذا الشيء يمكن هو سبب أساسي بالنجاح. طبعا أساتذتنا فوق ما أنه دعمونا من حيث التعليم خففوا عنا الضغط وحاولوا يقدموا لنا كل شيء يخلينا نجيب هالمجموع. إن شاء الله بالتوفيق في قادم الأيام ونشوفك بأعلى المراتب إن شاء الله. حقيقة يعني أيضا الزملاء يعني هذا هو واقع العملية التربوية في محافظة الحسكة في مدينة القامشلي. الإصرار هو العنوان الأبرز للعملية التعليمية، ومدرسة المتفوقين، مدرسة العروبة المتفوقين في مدينة القامشلي كانت على الدوام تقدم الكفاءات العلمية والنخب العلمية على مستوى الجمهورية العربية السورية. مدرسة العروبة المتفوقين هي مدرسة رائدة على مستوى القطر باعتبارها مدرسة للمتفوقين في مركز منطقة وليست في مركز محافظة، ويسجل هذا الشيء لمدينة القامشلي وللكوادر التربوية القائمة على العملية التعليمية في مدينة القامشلي وخصوصا على مدرسة العروبة للمتفوقين. عودة إليكم في استوديو مراسل التربوية. شكرا لك ولضيوفك زميلنا خضر مبارك لكل النتائج المتميزة لدى الطلاب برغم كل الظروف الصعبة، وشكرا للكوادر الإدارية والتعليمية، للأهالي المتعاونين أيضا. حقيقة الجميع يعمل فعلا بظروف استثنائية، ويعني فعلا مبارك لكم وتحية كتير كبيرة. خلينا نبقى بنفس الموضوع ولكن من حمص، وزميلنا علي عياش معنا من ثانوية الباسل للمتفوقين الثانية، حيث افتتحت مديرية التربية في مدينة حمص في مدرسة المتفوقين الثانية المحدثة جديدا بعد أن تم ترميمها وإعادة تأهيلها في الجهة الشرقية لمحافظة حمص لتخدم أبناء المنطقة الشرقية والقرى المحيطة ولاستيعاب عدد أكبر من الطلاب. ماذا عن سير العملية التربوية في ثانوية الباسل للمتفوقين المحدثة جديدا؟ التفاصيل مع زميلنا علي عياش. طيب لكم زملائي في الاستوديو، استوديو مراسلو التربوية. طبعا اليوم نحن في ثانوية الباسل للمتفوقين المحدثة جديدا في محافظة حمص في الجهة الشرقية للمحافظة، لكي تخدم أبناء المنطقة الشرقية والقرى الشرقية القريبة من تلك المدرسة. طبعا اليوم بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي والمدني ووزارة التربية تم إحداث وإعادة
إعادة تأهيل تلك المدرسة وإحداث شعب صفية فيها وإعادة تربيمها لكي تصبح من المدارس المميزة والنموذجية. طبعا لحتى نكون على دراية بتلك المدرسة قمنا بجولة على كافة الشعب الصفية. من الجدير بالذكر في تلك المدرسة أن ثانوية الباس المتفوقين الأولى المتواجدة في منطقة الطريق الشام استيعابها بدأ يزداد في السنوات الأخيرة، ونسبة الناجحين في ثانوية الباس المتفوقين أصبحت كبيرة إن كان من الصف السابع أو من الصف العاشر. لذلك ارتأت مديرية التربية في حمص ووزارة التربية أن يكون هناك مدرسة أخرى تخدم أبناء المنطقة وتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب والتلاميذ في تلك المدارس من الصف السابع والصف العاشر الثانوي، طبعا بالإضافة إلى تأمين الكادر الإداري والتدريسي لتخديم تلك المدرسة والبدء بإعطاء المنهاج للطلاب. كان هناك نسبة كبيرة من الناجحين تم قبولهم في الثانوية الأولى، ولكن بعد أن وافق وزير التربية على إحداث تلك المدرسة تم الاتصال بالطلاب الذين نجحوا ولكن لم يتم قبولهم حسب ترتيب الأولوية في العلامات في تلك الثانوية، وكانت فرحتهم كبيرة بأنهم تم قبولهم في ثانوية الباس المتفوقين لأنهم كانوا يأملون في الدراسة بتلك الثانوية لكي يكونوا من المتفوقين مسيرة علما وعملا. للإطلاع على هذه التدابير في إحداث تلك المدرسة معنا مدير التربية الأستاذ أحمد إبراهيم لكي نتحدث معه عن كيفية إحداث تلك المدرسة، اتخاذ القرارات في تلك المدرسة، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات من أجل الكادر الإداري والتدريسي في تلك المدرسة. يسعد أوقاتك أستاذ أحمد. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا. برنامج مراسلو التربوي دائما يضيء على الأحداث الجيدة والجميلة بالإضافة إلى الأحداث الأخرى في مدارس محافظة حمص. اليوم افتتاح صرح عظيم وجميل ومميز من الصروح التربوية في محافظة حمص، نتحدث عنه بالإضافة إلى أهميته بالنسبة لأهالي الطلاب والطلاب في محافظة حمص. هلا الحقيقة افتتاح هذا الصرح التربوي والتعليمي الهام تكمن أهميته من خلال استيعاب عدد كبير من الطلاب المتفوقين، وهذا ما يزيد مروحة استقبالهم وما يزيد أيضا مروحة زيادة إنتاج من الطلاب المتفوقين على مستوى القطر وعلى مستوى المحافظة، وأيضا أراح أولياء الأمور كثيرا لأن هذه المدرسة استوعبت عدد كبير من الطلاب. نحن استوعبنا كما قلت ما يقارب حوالي 4 شعب عاشر، ونحن الآن بتوجيهات سيد الوزير ربما نستوعب شعبة خامسة، وهناك كما قلنا سابقا 3 شعب للصف السابع، ونحن الآن نعمل بكل إمكانياتنا لأن تكون هذه المدرسة نموذج يحتذى فيه في كل مدارس المحافظة، ونأمل أن تكون جميع مدارسنا بمستوى هذه المدرسة. هذه المدرسة كما لاحظت هي صرح من حيث البناء وصرح من حيث تأمين المستلزمات، وانتقينا لها من أفضل الزملاء من الكوادر التعليمية والكوادر التربوية التي لديها من الخبرة ولديها من الدراية ولديها من المعرفة ولديها أيضا من الإمكانيات لكي تتمكن من التعامل مع المتفوقين، لأن الطلاب المتفوقين يحتاجون نوعا خاصا من العناية ومن الاهتمام ومن التوجيه ومن الدرس، لأن لديهم مواهب علمية ومعرفية متميزة ولديهم قدرة على توظيف مهارات الحياة بشكل رائع. ومن هذا المنطلق أيضا كان تأكيدنا على اختيار أجود المدرسين وأكثرهم كفاءة وقدرة وعلى العمل العلمي والمعرفي، وأيضا على عملية مهارات التواصل مع الطلاب المتفوقين لأنهم يحتاجون إلى عناية خاصة وعناية متفوقة متميزة في هذا المجال. أستاذ أحمد، فكرة إحداث ثانوية أخرى هي ليست وليدة البارحة أو الأمس، بل هي قديمة في محافظة حمص. لنعرف الأسباب التي كنتم تطالبون
احداث تلك الثانوية لكي نصل الى مبتغى تعليمي وتربوي جيد. في الحقيقة يعني هذا الموضوع كانت قد بدأنا بدراسته منذ حوالي 6 سنوات ندرس هذا الموضوع، لكن ما عاقنا عدم وجود البناء الملائم والمناسب، والآن عندما توفر البناء الملائم والمناسب وتوفرت البنى التحتية لإحداث هذه الثانوية ونتيجة لإلحاح أولياء الأمور للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي وفي شهادة التعليم الأساسي وشهادة التعليم الثانوي شهادة التعليم الإعدادي، يعني سواء كان شهادة التعليم الأساسي الابتدائية أو شهادة التعليم الأساسي الإعدادية، كان هناك إلحاحا كبيرا من أولياء الأمور على أن نقوم بافتتاح مثل هذه الثانويات لكي نتمكن من الارتقاء بجودة التعليم وتمكين هؤلاء الطلاب من توظيف مهاراتهم العقلية العليا، التحليل والتركيب والاستنتاج والربط وإصدار القرارات. وبالتالي في هذا الإطار سعينا من خلال التنسيق مع المحافظة ومع كافة الجهات ومع فرع الحزب ومع كافة الجهات المعنية ومع الوزارة لإحداث هذه الثانوية، والحقيقة كل الشكر والتقدير للسيد وزير التربية الذي ساعدنا في عملية افتتاح هذه المدرسة لإدراكه لأهمية مدارس المتفوقين وأهمية استيعاب المتفوقين وأن دور هؤلاء المتفوقين في المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة في بلدنا الحبيب سوريا الذي نعتز ونفتخر جميعا بالانتماء إليه. شكرا أستاذ أحمد إبراهيم مدير التربية في حمص، ولإعلامكم الوطني المتميز الذي يسلط الضوء دائما على الوقائع، إذا كان هناك من عمل متميز يسلط الضوء عليه، وإذا كان هناك من صعوبات يسلط الضوء عليها لكي نتمكن من تجاوزها جميعا. شكرا أستاذ أحمد، يعطيك العافية. طبعا الجولة مستمرة في القاعات الصفية الجديدة والمجهزة بكل الأساليب من الألواح الوايت بورد والمقاعد المناسبة لصغيرة الحجم كما نلاحظ، ومقعد منفصل لكي يكون هناك تباعد بين الطلاب، عدد الطلاب قليل بالإضافة إلى عدم تواجد أكثر من 20 إلى 25 طالب في القاعة الواحدة، لكي نعرف أكثر من معلومات عن الثانوية معنا مديرة ثانوية الباسل للمتفوقين. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. نتعرف حضرتك هيك مشان كمان المشاهدين يتعرفوا بحضرتك، ونحكي اليوم عن ثانوية الباسل. وفاء سلامي مدير ثانوية الباسل المتفوقين الأولى، تم تكليفي بتسيير أمور الثانوية الجديدة، وتم التكليف بتسيير الأمور وقد حضرنا في تاريخ 27/9/2020 أنا ومعي لجنة موجهة معاونة أمين سر لتجهيز المدرسة لاستقبال الطلاب. الأحد 27/9 كنا منطلقين والدوام كله كمان. تم تنظيف المدرسة وتعقيمها بشكل كامل، يتم التعقيم كل يوميا بعد الفرصة وبعد نهاية الدوام، كما تتم توعية الطلاب بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب سواء كان بالفرصة أو بالصف. طبعا بالبداية الشكر للسيد وزير التربية لموافقته على أحداث ثانوية ثانية للمتفوقين لاستيعاب جميع المتفوقين بحمص. المدرسة الثانوية مؤلفة من 6 شعب، 4 شعب عاشر، 2 شعب سابع. طبعا كل شعب يتابع حال طلابه، الحد الأدنى 20، الحد الأقصى 30 طالب. شو كمان؟ نحكي اليوم كأنه المدرسة متميزة بذوي احتياجات خاصة، المناهل المي فيها ذوي احتياجات خاصة. طبعا المدرسة مزودة بذوي أمكان لها ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت مناهل أو رمبات، يمكن الدخول إذا كان في كراسي أو أيوة بوجود رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن تم إعداد البرامج المعدة للطلاب للمدرسين، بحيث أن 27 شهر كانت المدرسة منطلقة كأنه له من أول بداية العام الدراسي. نحن بنتمنى لكم أكيد كل خير، بنتمنى للطلاب الصحة والسلامة والتفوق والتميز، وبنتمنى أكيد تكون كل مدارس المحافظة وحتى مدارس القطر العربي السوري أن تكون مثل هذه المدرسة النموذجية والجميلة والجديدة، والمتفوقين أن يكونوا في كل مساحات القطر، ولكن كما نعلم لكل مجتهد نصيب. مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. تمنياتي بالصحة والسلامة لجميع الطلاب ولجميع العاملين، كما أتمنى التوفيق لجميع الطلاب. شكرا. مجالات سواء كانت علمية رياضية ترفيهية إيش.
أكيد نحن نتمنى التفوق والنجاح في كافة مجالات الحياة لكافة الطلاب. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك ست وفاء، مديرة ثانوية الباسل المتفوقين الأولى ومكلفة بإدارة ثانوية الباسل المتفوقين المحدثة جديدا. نتمنى أن يكون دائما التفوق والنجاح هو ملازم لطلابنا وتلاميذنا في كافة مدارس القطر. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا زملائي في الاستديو، نختتم حلقتنا لهذا اليوم من مراسلو التربوية وجولتنا في ثانوية الباسل للمتفوقين. كل الشكر للكوادر الإدارية والتدريسية التي تسعى إلى الأفضل دائما في كل شيء. كل الشكر لمن ساهم في إحداث تلك المدرسة وإعادة إعمارها بعد أن كانت مدمرة وقد أحالها الإرهاب إلى خراب، وأعادها الجيدون والذين يحبون وطنهم ويحبون العمل ويحبون العلم إلى ما كانت عليه بل أفضل. كل الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الحلقة. الشكر موصول لزميلي المصور عامر علي. شكرا لكم وعودة لكم في الاستديو. شكرا لك زميلنا علي، أكيد تحية لك ولضيوفك لكل المخلصين كلهم من موقعه. يعني مننتظر إن شاء الله السنة نتائج متميزة على مستوى حمص بزيادة عدد المتفوقين. خلينا ننتقل للريف السويداء وزميلتنا سماهر دنون معنا من قرية عتيل ومتابعة لنقل الواقع التربوي والصحي في مدارس ريف السويداء. إليك زميلتنا سماهر. أسعدتم أوقاتا زملائي في استديو التربوي والزملاء المراسلين في باقي المحافظات، وتحية لمشاهدي التربوية السورية. نحن اليوم في محافظة السويداء، بالتحديد في مدرسة الشهيد كامل السراوي بقرية عتيل بريف السويداء. طبعا موجودون نحن هنا لكي ننقل لكم الواقع التربوي والصحي كما هو. سنتحدث عن الإجراءات الصحية المتخذة، المنهاج يعني إن تم البدء به، وأيضا سنتحدث عن يعني دور مجالس الأولياء، أو إذا بدأوا بمجالس الأولياء المقاصف الدوام، نسبة الدوام الموجودة هنا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مديرة المدرسة السيدة حنان أبو دقة، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم، حيا الله. أهلا وسهلا فيكم مدرسة كامل السراوي عتيل. سيدة حنان، يعني صار في سير لي عجلة الدوام، فحكينا عن انطلاقة العام الدراسي بمدرستكم. أول شيء خلينا نحكي عن العدد أيضا. عندي حاليا الموجودين على أرض الواقع 366 تلميذ وتلميذة، 12 شعبي، صفين من كل شعبتين من كل صف. طبعا الأمور بشكل عام بلشت بالأسبوع الإداري حسب التوجيهات، قسمت الشعب، توزعت الأنسات على صفوفها. طبعا في توجيهات بالنسبة لجائحة كورونا أنه للأنسات يقوموا بدور التربوي قبل التعليمي. طبعا حكينا بشكل عام عن النظافة العامة. أما بالنسبة للدوام بلش بشكل مباشر الأول أسبوع، توزعت الكتب بشكل كامل على التلاميذ. طبعا كان في كتب مستعملة قديمة، طبعا الموجود بإيدينا، طبعا استكملت بعض النواقص، ومحتمل نرجع نلاقي طالب أو طالبين أو أكثر إن شاء الله بإذن الله رح يمشي الحال ويتوزع لهم كتب جديدة. بس بشكل عام الوضع بشكل عام مقبول. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. خلينا نتجه باتجاه قاعة صفية. صباح الخير، يعطيكم العافية. نتعرف باسم حضرتك. الآن سرقة الحسين. أنا سرقة، إذا بدنا نحكي اليوم عن أي صف عم تعطي المنهاج والإجراءات الصحية اللي عم تتبعوه. لسا أنا أنسة صف أول. الإجراءات أكيد عم نداري الوضع اللي نحن فيه بالنسبة للكورونا، يعني التباعد بين الطلاب، استخدام التاتش المعقم، دائما كلها يعني عم ناخذها بعين الاعتبار، وإن شاء الله السلامة للجميع يا رب. الله يعطيك العافية. عطيتوا فاق التعليمي صحيح؟ الصف الاول ما لهم اول، فانه عم بمشي معهم من الاول. تمام. من الاساس. تمام. يعني بالضبط هيك. فهذه من مرحله التهيئه بدكم تكونوا. اكيد اكيد. ايه بلشنا بدروس. اكيد اكيد. ايه بالاحرى. الله يشكرك. خلينا نتجه لعند الطلاب. مرحبا، شو اسمك؟ ورد فالحوت. طيب ورد، اسمك، احكي لي يا ورد، شو عم تتبع اجراءات بما يخص كورونا، وشو عم بتوصيك ماما؟ نقل من داي وغسل إذا يبس إجي من المدرسة. كما
بنضل كل شوية أقم إيدي وغسلن. يا سلام، شكرا لك. شو اسمك؟ من أبتدين. طب احكي لي اليوم شو عم تاخذ دروس؟ شو تعلمت؟ عم تتعلم الأحرف؟ شو الحرف اللي تعلمته؟ باء. حرف الباء؟ أعطيني كلمة بحرف الباء. تعرف؟ بطيخ. يا سلام شو بطل، شكرا لك. مين كمان بحب يحكي؟ خلينا نجي لعندك. شو اسمك؟ ميار. ميار؟ ميار احكي لي اليوم شو عم تعمل مشان وباء كورونا؟ عم بلبس الكمام وعم بغسل يدي. بغسل يدي بالصابون. عم تستعيشي اغراض من عند رفقاتك؟ لا. ما بيصير صح؟ لانه بينقل الفيروس. شكرا لك، شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا. نرجع لعندك سيده حنان. اذا بدنا نحكي عن مجالس الاولياء، هل اقمتوها يعني خاصه بهذا الوقت؟ نحن في يعني مجالس الاولياء الى اهميتها من حيث انه انتم تتفقوا على نقاط اساسيه مثلا وخطوط عريضه، من حيث توصياتكم، من حيث انه انتم كمان تسمعوا ملاحظاتهم لحتى تتفاعلوا مع. لا ولا بعد لسه ما عملنا مجلس الاولياء، طبعا في نازل بالخطه، بس بشكل عام نحن باول يوم دوام عطينا بعض التوجيهات كإدارة مدرسية للتلاميذ. طبعا فهمناهم أو حكينا بشكل عام عن هي الجائحة وأنه ما تكون يعني الخوف يكون مسيطر علينا، نحن فينا نتحدى هذا الفيروس وفينا نسيطر عليه بشجاعة أولا، وبعض الشغلات الوقائية طبعا حسب تقدر توصل للولد المعلومة. طبعا أكدنا هي صف أول شعبي ثاني أيضا هون في عندنا قاعات. شو في عندك بعد قاعات هون أيضا؟ صف ثاني شعبتين وصف ثالث شعبتين. طبعا أكدت بشكل دائم أنه بعض عفوا الفوتي على الحمام للطفل لازم يغسل إيديه دائما، يضل معه منشفي وصابوني بشكل دائم يمسح فيها، ما ياكل من اكلات رفقاته، ما يشربوا من نفس القنينه، قنينه المي تكون متواجده معه بالشنتي، طبعا ما يصير في اعاره، ودائما دائما انه يحاول يمسح ايديه بهي الشقفه اللي فيها صابون ومي. يعني حاولنا يعني بقدر الامكان انه نحافظ او نسيطر على الوضع الصحي، طبعا بامكانيات بسيطه أهوات ما يقدم لنا، ونحن اعتمدنا على المجتمع المحلي ما قصر، وزع كمامات طبعا لعدد من التلاميذ. كمان في دعم مادي، ونحن حسب ما تقدم لنا تعقيم مدرسي بشكل دائم، واعطونا من الصحة مرشي، مشكورين ما قصروا، بس بشكل عام بعد الامكانيات ضمن المحدود يعني أكيد. يعني بالوضع اللي بايدينا عم نشتغل او نحاول نحافظ على سلامه اولادنا. كمان بدي اتشكر عفوا بعد طبعا بالاضافه الى المشرف الصحي نقلت لنا تعليمات او شو صار بالاجتماع عندهم، مشكوره ومتابعه التلاميذ دائما كل يوم بتطلع وبتحكي للطلاب وبتنبههم عن هيك مواضيع الصحيه. اجانا فريق من النقطه الطبيه من البلد، فريق ومشكورين كمان برموا على الشعب كلها وحكوا بشكل كثير حلو، يعني بسطوا الموضوع للاولاد يعني في اطار حفاظ على صحتهم. اكيد في دائما تعاون عم بيكون. بالنسبه للمشرف الصحي طبعا راجع عند حضرتك المشرف الصحي، خلينا نلتقي باسم بحضرتك، نتعرف باسمك. نسرين دياب، مشرف الصحي. انسه نسرين، بدنا نتجه باتجاه الطابق الاسفل، بس لو سمحتي بدنا نحكي اليوم عن دورك كمشرفه صحيه، شو مهامك وفي دورات اتبعتوها، فيا ريت نحكي عن هذا الموضوع. احنا مهمتنا ان نوعي الطلاب والتلاميذ عن اهميه النظافه وكيفيه التعامل مع انفسهم بالمحافظه على نظافتهم الشخصيه، انه يكون كل طالب معه محامي بمي وصابون، مطره المي خاصه فيه، ساندويشته له خاصه فيه، يعني عدم انه الطفل يتناول طعامه يساعد انه يفيقوا لطعامه، انه كل الاغراض الشخصيه خاصه فيه، وانه نعلمهم انه هذا المرض صحيح انه هو كثير ضخم وكثير كبير وانه جائع، لكن نحن بنقدر بنظافتنا الشخصيه باهتمامنا باغراضنا انه نسيطر على المرض ونحاول انه ما نبعد المرض يعني وانه نخاف منه بمحافظه على شخصيتنا ونظافتنا. اليوم اذا اشتبهنا باي حاله كورونا شو بيكون الحل او شو بتكون الاجراءات؟ نحن اهم شيء اذا اشتبهنا بحاله موجوده بمدرستنا انه نحن نتواصل مع الاهل ونخلي الطالب انه يحجر نفسه عند اهله واهله يهتموا فيه، مشان نحاول انه تكون مدرستنا انه ما ينتقل المرض وينتشر المرض بمدرستنا، حتى لو انه كان رشح، يعني حنحاول انه نخفف هي الاعراض انه كل تلميذ يهتموا في اهله. معنا مسموح نحن 5 ايام لانه الطالب اذا كان متعرض لرشح انه يغيب لحتى تبين الاعراض هي رشح عادي او كورونا، وهي طبعا مع وزاره الصحه ووزاره التربيه انه هي اعطتنا هالتعليمات انه الطالب مسموح يغيب 5 ايام عن المدرسه، مهم انه نحن نخفف هالاعراض ونحجرها.
الأنسة نسرين دياب بالمشرف الصحي، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. يعطيك العافية، تفضل. نرجع لعند مديرة المدرسة، نحن نزلنا على الطابق الأسفل هون، شو في عنا؟ في عنا الروضة التحضيري، تحضيري، وفي تفضلوا هون غرف إدارية، وهون على أساس في عنا بده يصير كمان تحضيري شعبي ثاني، بس لسه حاليا موجود على أرض الواقع شعبي وحدي، موجود تلاميذه الأطفال عنا. تحضيري أي، شو العمر؟ 5 سنين. خلينا نتجه لعند المكان. نعم. للطلاب طبعا فضل. اكيد رح نحكي اكثر من اكيد لو سهلا حي الله فيكم. تفضل. تفضل. صباح الخير، يعطيكم العافيه. صباح الخير. صباح النور. تعرف باسم حضرتك؟ أنسة كفا هنيدي. أنسة كفا، إذا بدنا نحكي اليوم عن يعني العمر الصف التحضيري، هذا العمر اللي استثنائي بشكل أو بآخر، له خصوصية، كيف عم تتعاملي معه خاصة بما يخص الناحية الصحية؟ هلق أنا مستني 5 سنين. بالنسبة للفيروس هني جايبين معهم وقاية، أهلهم يعني عندهم قواعد صحية، الكل صار بيعرفها، يعني معقمات، محارم فيها مي، إذا أي ولد عطس أو شيء بيروح بيغسل، وحتى عندي موضوع الرشح أو القريب أو شيء الولد بيعطل مشان ما يعدي زملائه، يعني ها هي القواعد اللي نحن متبينها. كم طالب عندي أو كم طفل؟ خلينا نقول 30 تقريبا. 30 طفل، في عندكم منهاج محدد عم تتبعوه؟ ايه طبعا، في عندنا هناك منهاج كتب من وزارة التربية، أو هي نفسها كراسات الروضة؟ هلا قد تخيل، لا إنه من خلينا نشوف كتاب مثلا. ممكن هاي الكتب لغة عربية مثلا، أو كراس عام؟ هذا كراس كامل لرياضيات وعربي سوا، في عندي إنجليزي. نعم. وباقي نشاطات ما في. حضرتك تعطيهم شو؟ أنا عربي مثلا، وفي زميلي إلي رياضيات، وفي كمان إنجليزي مختصة تعطيهم. يعطيك العافية، شكرا لك. خلينا نجي لهون، شو الحرف اللي كتبته؟ حرف الباء. حرف الباء، شو هاي نقطة؟ بشو شو عم تستخدم هون؟ هذا شو هاي المادة اللي استخدمتها؟ بشو صنعته لحرف الباء؟ بالمعجون. بالمعجون. هاي لمين إلك العلبة؟ إيه. عم بتعقم إيديك فيها؟ إيه. يا سلام، شو بطل. شو عم تعملي منشان وباء كورونا؟ شو اسمك؟ زينة. زينة، شو عم تعملي منشان وباء كورونا؟ أبغسل إيدي وعقمه. قديش عمرك يا زينة؟ 5 سنين. معك معقم كمان؟ عم بتعقم إيديك؟ شو لابس؟ جميل. شو وصتك ماما؟ تعال شوف شو وصتك، شو اسمك؟ شو وصتك ماما مشان وباء كورونا؟ عقم إيدي. عم بتعقم، عم بتغسل؟ إذا سعلنا أو عطسنا شو لازم نعمل؟ نغسل. شو بنعمل؟ نغسل. نغسل إيدينا. طيب شكرا لكم، يعطيكم العافية. نرجع طبعا مشاهدينا، مثل ما عم نشوف نحن في عنا هاي شعبة التحضير لعمر 5 سنين، ونحن هلق بالطابق السفلي بالمدرسة. خلينا نرجع لعند مديرة المدرسة الأنسة حنان. أنسة حنان، إذا بدنا نحكي عن المجتمع المحلي، شو دوره مثلا بانطلاقة العام الدراسي ودعم العملية التعليمية؟ بشكل عام، بشكل عام نحن المجتمع المحلي يعني بتوقع فيه على مستوى القطر منه، بس يعني دائما دائما إيد بإيد، يعني المغتربين، شبابنا المغتربين دائما دعم للمدرسة، أكثر من مدرسة عندنا هون، عندنا 3 مدارس، وهي الرابعة يعني الدوام الثاني هو الرابع، كمان قدموا كثير وبيقدموا وما زالوا بيقدموا، وخصوصا في ناس قدمت دفاتر، في ناس قدمت مبالغ مالية، طبعا كله ريع للطلاب. عم شوفوا هنيك في سيارة بضاعة عم بتنزل أغراض للمقصف، فكيف عم بيكون إشرافكم على هاي الأمر؟ شو المواد اللي عم بيتم استجرارها؟ شو المواد الممنوع استجرارها؟ ضمن الخطة اللي من وزارة الصحة، طبعا هو على اطلاع فيها بتوقع قبل ما انه من وقت ما كتب العقد، او لازم يكون معه خبر، ونحن دائما بتفقد، هو صار له يومين فاتح فقط، بعده عم ينزل بضاعة، يعني بعده ما اشتغل، حتى الاولاد منعينا ما فيها تطلع لبرا، بعدها بتطالب انه بدها عن جديد اشتغل، يعني صار له امبارح واليوم. أنسة حنان، بدنا نحكي عن توصياتك للاهل. توصياتي للاهل طبعا كل بيت ما حدا ناقصه من الفهم الصحي، وخصوصا بهذا الموضوع، فنحن بشكل طبيعي الام دائما نظافه الولد مرتين الحمام بالاسبوع، الحفاظ على العفو، النظافه الشخصيه بشكل عام، استخدام المحرمه، المنديل اللي فيه مي وصابون، انه توعيه الطفل انه ما يضل يحط ايده على وجهه
على تمه، يعني حاول بشكل عام النظافه ضمن الحدود المقبوله ونقدر عليها. عندكم هناك مشارب صح؟ نعم. عم بيتم تعقيمها طبعا معلوم طبعا. نحن في توجيه للعاملين عندنا المستخدمين انه بعد كل فرصه بيتنظفوا العفو الحمامات، وبعد الفلي كمان بينتركوا المدرسة عم تتعقم وبيتنظفوا الحمامات والباحة. يعني بشكل عام إن شاء الله نكون إنه نقدر نحافظ على أولادنا لأن هدول كلهم مسؤولين منا. شكرا لك سيدة حنان أبو دقة مديرة مدرسة الشهيد كامل السراوي في قرية عتيد، شكرا لك. يعطيك يسلمك يخلي لي إياك، يعطيكم الألف عافية وشكرا لاهتمامكم كمان، يعني بدعمكم وبوجودكم كمان نحن بنكبر. حيا الله فيكم. طبعا مشاهدينا كما شاهدنا نحن اليوم كنا في مدرسة الشهيد كامل السراوي في قرية عتيل بريف السويداء، شاهدنا الواقع التربوي والواقع الصحي، هناك شعبة تحضير كما رأيتم، وهناك أيضا شعب صفية من الأول حتى السادس. طبعا أكيد دائما نحن نوجه رسالة دائما لأولياء الأمور بتوجيه أبنائهم نحو اتباع الإجراءات الصحية وال يعني ايضا الحفاظ على المدرسه من حيث الحفاظ على المقاعد، من حيث الحفاظ على نظافه المكان، وايضا الحفاظ على الكتب من ناحيه اخرى او في سياق اخر. كنا معكم انا سماهر دانون والاستاذ سالم الشاطر من وراء الكاميرا ورئيس المكتب الصحفي في مديريه التربيه في السويداء الاستاذ ملهم علم الدين، طبعا كان معنا ودائما معنا في جولاتنا. يعني نقلنا لكم الواقع التربوي، نعود لكم في الاستديو زملائنا. شكرا لك زميلتنا سماهر، من خلالك دائما عم نسلط الضوء على الواقع التربوي والتعليمي، واليوم الريف السويداء ضمن اجراءات احترازيه للوقايه من فيروس كورونا. ننتقل الى القنيطره وزميلنا عبد الله الوني معنا من بلده خان ارنبه ومن احد المراكز التي يتم بها يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع خلال هذا الشهر دورات تثبيت المعلمين الوكلاء لتعويض الفاقد التدريبي في جميع مراكز التدريب التابعه لتربيه القنيطره. زميلنا عبد الله زار يوم السبت الماضي احد هذه او احدى هذه الدورات، ومزيد من التفاصيل معك زميلنا عبد الله. نعم، تحيه لكم الزملاء في استوديو قناه التربويه، كل التحيه للزملاء في المحافظات السوريه. نحن الان متواجدين في مدرسه الشهيد عوض السيد في بلده خان ارنبه. طبعا في هذا المركز تم احداث دورات تدريبيه للمعلمين الوكلاء الذين تم تثبيتهم بهدف تعويض الفاقد التعليمي والتدريبي لهؤلاء المعلمين. راح نتعرف اكثر على اهميه هذه الدورات والهدف من هذه الدورات والمراكز التي تم تحديدها من قبل مديريه تربيه القنيطره لاتباع هذه الدورات ولتخفيف المعاناه والاذى عن الخاضعين لهذه الدورات. من البدايه راح نتعرف على المشرفين على هذه الدورات، يعطيك العافيه، نتعرف عليهم. اهلا وسهلا، استاذ علي السمور رئيس الشؤون الاداريه في تربيه القنيطره ومكلف بالاشراف على احدى المراكز التدريبيه. يعطيك العافيه. بالبدايه حابين اليوم نعرف انه اهميه هذه الدورات والهدف منها وانعكاسها على الواقع التدريبي والتعليمي بالنسبه للطلاب وايضا القائمين والمتدربين في هذه الدورات. هي الدوره عباره قسمت الى قسمين بالبدايه، ثلاث اشهر بالصيفيه هي وثلاث اشهر بالصيفيه السنه القادمه. الغايه منها زيادة الخبرات والاطلاع على طرائق التدريس لزملائنا المعلمين الوكلاء من أجل مواكبة تطوير المناهج الجديدة. بالنسبة يعني طبعا الهدف هو هدف كبير، بالنسبة لمدة الدورات هي هل هي كافية لإكساب المعلمين الوكلاء الخبرة الكافية للتدريب وللتدريس؟ طبعا الفترة كافية لأن عم قلت لك أنا ثلاثة شهور بالبداية، في عندنا فترة ثانية ثلاثة شهور كمان، فهي كافية. عبارة هي بالأساس زملائنا الوكلاء يعني عندهم الخبرات، لا تنقصهم الخبرات، إنما مشان مواكبة المناهج الجديدة المطورة. بالنسبة للدورات، هل هناك دورات أخرى غير دورات تعويض الفاقد التعليمي بالنسبة للمعلمين الوكلاء؟ الحقيقة هذه الفترة هي بسبب أزمة فيروس كورونا تم إيقاف تعرف الدورات، فهل الفترة هي عبارة عن فاقد التعليم اللي نقصهم بتعوض جمعة وسبت تقريبا الفترة هي القادمة. خلينا نتابع القاعات الأخرى ونشوف واقع التدريب يعني بالقاعات الأخرى بالنسبة لهذه الدورة، ونتعرف أيضا على آراء المعلمين اللي يعني يقوموا باتباع هذه الدورات بالنسبة للمعلمين الوكلاء.
طبعا هون بالنسبه للمراكز استاذ ذكرت لنا عدد مراكز، هذا المركز هو احدى المراكز الثلاثه المتواجده على ارض القنيطره. على ارض القنيطره يوجد ثلاث مراكز في خان أرنبي ومنطقة نبع الصخر ومنطقة السويسي، وفي منطقة دمشق يتواجد مركز في مساكن برزي ومركز في جديدة عرطوز ومركز في مساكن الزهرة ومركز في الكسوة، فهم سبع مراكز. شكرا لك استاذ. راح نشوف آراء طبعا المعلمين الوكلاء اليوم عم يخاضعين لهذه الدورة. يعطيك العافية. أهلا الله يعافيك. احكينا عن أهمية الدورة بالنسبة لك كمعلمة وكيلة، تم تثبيتكم الفترة الأخيرة. هلا الدورة كانت كتير مهمة بالنسبة لنا ونحن كتير استفدنا يعني، وكتير أخذنا منها طرق واستراتيجيات وتعلمنا كتير أساليب وطرق يعني، وفادتنا كتير هاي الدورة بالنسبة لنا نحن المعلمين. نعم شكرا لك. رح نسأل أيضا الخاضعين لهالدورة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. كيف لاحظتي إنه واقع الدورة والأمور اللي عم تاخذوها خلال هذه الدورة؟ إيه استفدنا منها يعني ضمن الإعطاء المقررات الجديدة، المهارات اللي اكتسبناها يعني استفدنا الحمد لله منه. برأيك في دورات معينة حابين تخضعوا إلى غير دورات تعويض الفاقد التعليمي؟ ممكن لتعويض الفاقد التعليمي بالنسبة للطلاب كون احنا مدرس ابتدائي. شكرا لك. طبعا راح نتابع أيضا بالقاعات الأخرى المجاورة لهذه الدورة، دورات تعويض الفاقد التعليمي، معنا أيضا في هذه الدورة مشرفين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا يا مرحبا. اليوم نحن متواجدين معكم بهذا المركز طبعا لاتباع دورات تعويض الفاقد التعليمي للمعلمين الوكلاء. نعم أهلا وسهلا. كيف لاحظ أجواء هذه الدورات؟ الله يعطيك العافية. طبعا نحن حاليا هلأ بمحافظة القنيطرة بمركز خان الأرنبي، بعد انقطاع بسبب أمراض كورونا عن وضع الوكلاء وعن الدورة التدريبية، قمنا الآن بالتعويض الفاقد التدريبي والتعليمي بالمركز من خلال قرار وزاري يومي الجمعة والسبت. ما نلاحظه الآن هو عبارة عن مجموعة من الوكلاء الملتزمين، طبعا بدأنا من خلال الجلسة الأولى من يوم الجمعة، واليوم كان في عندنا اختبار وزاري على مستوى الوزارة، وبدأنا وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وأهلا وسهلا فيكم. بالنسبة يعني هل هناك أي تغيب أو بالنسبة لحضور الخاضعين لهذه الدورات؟ لا، كنسب أنا في عندي بالمركز 100 وكيل ووكيلة، غاب معي 3 غياب مبرر، طبعا في عندهم إشكاليات صحية، وباقي المتدربين موجودين. بالنسبة لي يعني المخرجات، دائما أي دورات تدريبية أو تعليمية إلى مخرجات أو انعكاسات على الواقع التعليمي والتربوي من خلال خبرتكم وتواجدكم بشكل دائم في المدارس وأشرافكم على هذه الدورات وكونكم مدرسين في المدارس، كيف عم تلاحظوا مخرجات هذه الدورات؟ هي المجموعة الموجودة حاليا معنا هن عبارة عن مجموعة من الوكلاء اللي تعينوا بمدارس بمحافظة القنيطرة. من خلال التواصل مع المدارس اللي هن فيها ومدراء المدارس لاحظنا بأنه كانت فائدة كتير كبيرة للوكلاء من خلال دوراتهم، من خلال تطبيق الاستراتيجيات اللي تعلموها بالدورة وتحضير الدروس، وهذا كان من خلال الواقع من خلال العمل يعني موجودين بالمدارس. شكرا لكم، كل الشكر للفريق العمل في هذه الدورات للكوادر الإدارية والتدريبية بمديرية تربية القنيطرة وأيضا بالمراكز التدريبية للمعلمين الوكلاء في محافظة القنيطرة. نعود إليكم زملاء في استوديو قناة التربوي. شكرا لك زميلنا عبد الله، فعلا يعول كثيرا على هذه المسابقة على هذه الدورات وايضا على مسابقات تثبيت الوكلاء والفئة الاولى التي قامت بها وزارة التربية ودورها في توطين التعليم. شكر لك وشكر لكل الزملاء المراسلين الذين رافقونا في جولتنا لليوم عبر المحافظات، زميلنا وليد سلطان من حما، سماهر دنون من ريف السويداء، عبد الله الوني من القنيطرة، ضياء قدور من حلب، علي عياش من حمص، وخضر الهويد من القامشلي. تحية لكم، من خلالكم دائما عم تكون الصورة صادقة وشفافة عن الواقع التربوي والتعليمي وكل ما يخص العملية التربوية في سوريا. شكرا لكم والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بكم الاثنين القادم إن شاء الله. تقبلوا التحية مني ومن فريق العمل، رشا عامر في الإعداد وحمزة حمزة في الإخراج. إلى اللقاء.